كانت جنوب أفريقيا قد تقدمت بشكوى تقع في 84 صفحة أمام المحكمة تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة. وفي جلسة الاستماع الأولى أكد فريق الادعاء أن أفعال إسرائيل خلال العدوان هدفها الإبادة الجماعية، مشيرا إلى التهجير القسري والحصار الشامل على القطاع واستشهاد مئات من العائلات بأكملها. سابقة تاريخية، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. ففي خضم احتدام العدوان على غزة تقدمت جنوب أفريقيا بشكوى تقع في 84 صفحة أمام المحكمة تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة، مرافعة تاريخية قادتها جنوب أفريقيا صاحبة الادعاء خلال جلسة الاستماع، حيث حثت القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بتعليق فوري للعدوان الوحشي على قطاع غزة بعد أن استعرضت انتهاكاتها ضد الشعب الأعزل بالأدلة والبراهين، مستدلة إلى نصوص القوانين الدولية ومراهنة على ضمير الإنسانية. في 6 أكتوبر 2023 وكل يوم خلال عام 2023 قطاع غزة على الأقل قامت إسرائيل بالسيطرة من خلال الجو والبر والبحر وبقطع المياه والكهرباء والبنى التحتية، والدخول والخروج من غزة ممنوع بشكل كبير، حيث أن إسرائيل لديها نقاط تفتيش وتستمر في السيطرة بشكل كبير، وذلك على أرض غزة. إسرائيل لا تزال معتبرة من قبل المجتمع الدولي تحت الاستعمار من قبل إسرائيل، ونقوم بإدانة استهداف المدنيين وحماس والمجموعات الفلسطينية الأخرى. لا يوجد أي هجوم بغض النظر، حتى وإذا كان الهجوم الذي أدى إلى فظائع لا يعد مبررا أو دفاعا لأن نصل إلى خرق هذه الاتفاقية. الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أبى أن يحصر الممارسات الإسرائيلية في فعلتها الأخيرة فقط، بل أصر على استعراض الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية فشله في منع الإبادة الجماعية في غزة. ولأنها لم تكن عشوائية، فقد أكد فريق الادعاء أن أفعال إسرائيل خلال العدوان كانت بقصد وعن عمد بغية تحقيق هدفها في الإبادة الجماعية، مشيرا إلى التهجير القسري والحصار الشامل على القطاع واستشهاد مئات من العائلات بالكامل. ولأن الصورة أبلغ دليل، استعرض الفريق مقاطع فيديو لجنود الاحتلال يرقصون ويتوعدون سكان قطاع غزة بالدمار. وبعيدا عن مطالب الإدانة والإخضاع للعقوبات، يبقى الطلب الرئيسي والاستعجالي الذي تقدمت به جنوب أفريقيا ضمن مرافعتها هو وقف المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة. أن القتل الجماعي التي ترتكبه إسرائيل غير آمن على مدني غزة. فالآن 23,360 شهيداً فلسطينياً وقعوا جراء القصف والهجمات الإسرائيلية على غزة في 97 يوماً، و70% من هذا الرقم نساء وأطفال، وهناك 7,000 فلسطيني ما زالوا مفقودين تحت الركام ويفترض أنهم قد ماتوا. إلى ذلك تبقى آمال العالم معلقة بكلمة قد تنقذ الإنسانية وتعيد الحقوق لشعب تعرض لكل فنون الانتهاكات منذ 75 عاماً.